انا عندي ضيف دلوقتي مهم جدا معانا على التليفون، عندنا مداخله مع سياده العميد طارق مرزوق مدير اداره مكافحه غسيل الاموال في مباحث الاموال العامه. سياده العميد اهلا بحضرتك معانا. اهلا بيك استاذ خالد، اهلا وسهلا بحضرتك. سريعا حضرتك طبعا يمكن حضرتك تكون متابعنا، بنتكلم على قصص الشركات اللي هي التسويق الالكتروني وعبر الانترنت، والاسبوعين اللي فاتوا سمعنا عن كذا حادثه وكان في مشكله في ميدان لبنان وناس مش عارف بتقول اتنصب علينا وغيره. هل في فعلا شركات تم القبض عليها بتعمل بشكل غير قانوني في هذا المجال؟ هو حقيقة الأمر إحنا الإدارة العامة للبحث الأموال العامة رصدت من حوالي شهر مارس اللي فات إحدى الشركات بعد ما تردت بقوة إنه هذه الشركات ابتدت تشتغل في مصر وابتدت فعلا تعمل مشكلة على الدولار. تمام. لأنه في ضغط جيد جدا على الدولار، وحضرتك عارف طبعا الأزمة الاقتصادية اللي بتمر بها مصر. طبعا احنا تابعنا احدى الشركات، وكانت اول شركه احنا ضبطناها كانت شركه اسمها شركه توديل، ودي برضو شركه تسويق شبكي عبر الانترنت. تمام. واتضبطوا واتعرضوا على النيابه، والنيابه حتى يعني حققت فيها. واحنا هذه الشركات بالنسبه للوصف القانوني او الوصف القانوني للوقائع او التصرفات اللي متهم فيها هذه العناصر بتبقى عندنا ثلاث جرائم اساسيه، هي جرائم تلقي الاموال. تمام. بالمخالفه للقانون 146 388، لان الاموال دي بتتم تلقيها بعيدا عن اي نوع من الحاجات الرسميه او مفيش اي بالمخالفه للقانون، لانه حضرتك قانون توظيف الاموال انت. تمام. لو تتذكر ساعتك نرجع بالتاريخ طبعا. شويه طبعا لشركه الريان بالظبط والسعد والشريف وغيره بالظبط، ومن من 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 هذا التاريخ وتم اصدار قانون سعادتك لوضع الضوابط الاساسيه لتنظيم عمل هذه الشركات. تمام. اهم ضابط في هذه الشركات اللي بتكفلها انه الدوله لابد ان هي تضمن انه اللي بيقيم هذه الشركات يبقى عنده صندوق لتامين مخاطر هذا العمل، علشان نضمن انه لو اي حد من المواطنين وقع ضحيه لهذه الشركه. تمام. نضمن بعد كده نرد له المبالغ اللي اتنصب عليه. بس سياده العميد في الحاله لو السؤال هنا، لو كان الراجل باختياره الحر هو اشترى منتج معين هو راضي بالسعر بتاعه او غيره، ما بقتش ساعتها توظيف اموال؟ بص يا فندم، احنا هنفرق ما بين الشركات اللي بتعمل التسويق الهرمي اللي بتعلن عن منتجات وبتسوق منتج حقيقي، وبين الشركات اللي بتدعي هذا النشاط الصوري. تمام. لانه انت تمام. لو جيت لحقيقه الامر احنا عندنا ضابطين يجي 8 شركات، وبعدين في شركه ثانيه اسمها يونت. لو بصيت على شركه يونت دي شركه شغاله في مصر بقى لها بالظبط حوالي او 7 أو 8 سنين. تمام. الا انه الاساس بتاعها بتشتغل من خلال مؤسسات ماليه. المبالغ بيتم تداولها ما بين الاشخاص او افراد الشبكات من خلال المؤسسات الماليه. في منتج بالفعل بيجي بيشتريه. تمام. المنضم للشبكه. تمام. ايا كان بقى سعر هذا المنتج مغالى فيه او مش مغالى فيه، انما في منتج بالفعل بيتم تسويقه. انما حضرتك الشبكات الثمانيه اللي احنا او الشركات الثانيه الثمانيه اللي احنا ظبطناهم في الفتره الاخرانيه بالتنسيق مع اجهزه وزاره الداخليه العديده، سواء في امن القاهره او في الشرقيه او في اسكندريه او في امن القاهره، ما شاء الله دول مغطيين مناطق كثيره ما شاء الله يعني. لا يعني احنا بص يا فندم، احنا مش عايز اقول لك انه حاجه مش ممكن، حاجه مقلقه يعني والله. الشركه بتاعت جلوبال ادمارت دي احنا فوجئنا انه عدد افراد الشبكه فيها حوالي 390,000. يا خبر ابيض. طيب انا هسال حضرتك سؤال. 390,000 مشارك. هسال حضرتك سؤال اخير، هل عندنا هل في عمل بيتم على الارض دلوقتي من حيث ان احنا نقدر نعمل تشريعات اكثر صرامه وتقدر توقف حاجه زي كده قبل ما توصل ارقام كبيره بالارقام اللي حضرتك بتتكلم فيها دي؟ والله بص انا عايز اقول لحضرتك حاجه، يعني بص احنا كان توجيهات السيد وزير الداخليه في هذا الامر اهم حاجه توعيه المواطن بمخاطر هذه الشركه. تمام. اهم حاجه التوعيه. وده دور اساسي بصراحه على الاعلام، وانا يعني انا بسجل اعجاب الشديد بقناه باذاعه مصر بصراحه، يعني من راديو مصر، يعني من الاذاعات المميزه واللي هي دايما واقفه معانا على ايه، على مستوى الحدث على طول. جميل. فاحنا يعني احنا بنقول لابد انه هذه الاذاعات والاعلام يبقى له دور توعوي بالنسبه للمواطن، انه
ايه المشكله انه لو المواطن اتعرض عليه اي حاجه زي كده من خلال شبكه الانترنت، ايه المشكله ان هو يراجع الجهات الامنيه؟ هل الشركات دي شركات مرخصه بالفعل ولا مش مرخصه؟ هي دي هي دي نقطه خطيره، النقطه دي الناس لازم ترجع فيها. احنا بنشتغل بالظبط كده، يعني مش عايز اقول لك احنا بنشتغل 24 ساعه في ال 24 ساعه. جميل جميل ما شاء الله. الاداره يعني مفتوحه 24 ساعه حضرتك.